وياك نسالي ودبل التوعيه وخليناهم بزاف عطينو بزاف ديال الامور. نمشيو دابا نشوفوا دقات القلب، نشوفوا دابا شويه المشاعر، نشوفوا نتكلموا خصوصا مع فقره مع الكوتش اليوم. صراحه دي مده غاب علينا كوتش محمد مقداد، ولما تحضر كوتش محمد مقداد ضروري ما خصنا نتكلموا على العلاقات الزوجيه والحب فين واصل بيناتهم. وحنا غير مؤخرا احتفلنا بعيد الحب، ياك ما عادش كاين الناس اللي كيعترف به، الناس اللي ما كيعترفش به. المهم حنا على طول السنه كنحبوا بعضياتنا، وهذا هو المهم. حب في الله، الحب للوالدين، الحب الخير، حب الصداقه، حب بزاف، لان الانسان بالحب هذاك هو يمكن المال كتظهر الحياه ديالنا. يا كوتش كانت هي الفكره. يلا راجعين بعد الفاصل، خليكم معنا مستمعاتي مستمعينا. شكرا محمد عادل، صوت يارا، صوت جميل ومشاعر زوينه وكلمات زوينه، ولكن هي لبست الخاتم في الايد ما عرفتش مزيان دينا الخاتم. دابا دابا على حساب شنو خاتم لبسات؟ لبسات خاتم في الايد. حيت دابا المشكل ديال الخاتم. مرحبا بك كوتش. الله يحفظك الله يخليك. داخل سخون. لا لا، حيت جبتي لي الخاتم عادي، هذا الخاتم هذا مرضني. انا كتعجبني بعدا كتدخل. لا لا واجد. لا ما عرفتيش. واجد واجد كاين. دابا حيت عرفتي هذا الخاتم هذا شحال من محادثه تحلمت لبسو. ايوا شتي. ياك والمشكله عندنا دابا اصلا حيت الا بغينا نهضروا على الحب وسميتو كنهضروا على الحب بالازواج وسميتو كنهضروا ايضا على الحب اللي غير تمثيل غير طنز. ومن بينهم هو ذاك الخاتم، حيت كاين الخاتم ديال بصح وكاين الخاتم ديال الطنز. يعني تيجيب لها خاتم تيقول لها دابا انت وليتي مراتي، وبينه وبينك ما هي مراته ما عمرها يتزوج بها، ومدوز الوقت وتيتفلى والصلاة على النبي. خلينا متفائلين اكوتش، خلينا والله متفائلين. إيه متفائلين. واش انا قلت شي حاجه؟ انت جبتيني قلتي الخاتم، انا نهضر على الخاتم. اخويا تدف وجهها الله يرضى عليك، غتخلى عليا الناس وغتهربهم ليا والمتتبعين ديالنا. نقول لك ويلي هو جاب لي الكادو، ما عرفتش واش داكشي كذوب ولا طنز. ودابا ما تهضروش الا كان الكادو كانوا معاه تصرفات اخرين. هنا نقولوا فوالا مزيان. بعدا نشوفوا بعدا نبضات الحب كاين. بعدا الحب كاين الحب بيان سور، كاين المغربي والازواج ديالنا تبارك الله. الرجل المغربي يعترف الحب ما كاينش في شي بلاصه من غير المغرب. لا واه ها بلاتي واسمعين، حيت دابا فاش نقول لهم المغاربه ما تعرفوش يحبوا. انا ما تيبانش لي شي شعب تيعرف يحب قد المغاربه. انت نمشيو انا وياك بشويه بشويه في التاريخ ديالنا وفي الاغاني ديالنا. كاين الملحون، كاين الاندلسي، وكاين الغرناطي. نمشيو للكلام ديالو، ما يمكنش نلقاو الكلام ديالو الا وفيه المدح وتيتغزل في المراه وتيقول لها هادشي كله ماشي حب. يا لاله غيتا مولاتي يا دابا واش تيقول لي واحد تيقول لي لا المغاربه ما تعرفوش الحب ما تعرفوش يحبوا، ولكن كتخون يمكن التعبير الكلام الحوار الهضره. شوف ما تيكون حتى شي حاجه، انا نقول لك شنو تهضر. دابا حنا المشكل اللي كاين عندنا هو ان العيالات شدوا، او الرجال وبعض العيالات شدوهم يديروا واحد الغوبير، دار واحد النموذج، ولاو تيقلبوا على ذاك الحب يكون بحال ذاك النموذج. كان بحاله مزيان، ما كانش بحاله دونك ما كاين حب. نموذج تركي، نموذج المهم ماشي دين واحد جماعه جمعوها شويه الافلام على شويه المسلسلات على شويه ديال سميتو، ما يديروا واحد الشكل. هذا الشكل دابا شي يديروا فيه، تيجي تيقول لك واش كاين بحال هذا الشكل راه تتبغيني، درتي ودرتي ودرتي راه تتبغيني، ما درتيش وما درتيش وما درتيش راه ما تتبغينيش. وهي الاصل ما عندها حتى علاقه. الحب كل واحد كي تيعبر عليه، كل واحد وشنو هي الطريقه اللي هو تيبغي يقول لك بها انا راه تنبغيك. كاين نقول لك واحد الحاجه باش نتفاهموا عليها. شحال من راجل ملي تلقاه ملي مرته مريضه اش يدير في السبيطار؟ تتلقى غادي جاي. ياك الحب هو هذا. الحب هو ملي تكون مريضه بالليل ولا عيانه ولا ولدها عيان ولا ولد شي حد بحال هكا، وتيخرج في جوج الليل ولا في ثلاثه والبرد كاين، وتيلبس عليه ويتكبط ويخرج ويقلب على شكون هي لا فارماسيت كارد ويجيب الدواء ويجي ويبقى مع، هذا هو الحب. مش تقول لي الحب لا راه مشات تفكرني بورداه راه شقى عليه عنده شويه ديال سميتو مشى جاب لي هذه، ولا تبدا تقول لي القيمه ديال داك الشيء اللي جاب وشحال جاب لي وشحال شراه وشحال ما دارش. ماشي هذا هو الحب. وحنا ننتظروا حتى السيدة تمرض وتمشي للسبيطار ومستعجلات وعاد يمشي ويجي وغادي يقلب فارماسيت كارد. انا عطيت هي علامه من العلامات، علامه من العلامات، من علامات الحب. شو حسبوا العلامات شحال ديروا الاحصاء. شوف هذه من بين العلامات ديال الحب. العلامه الثانيه شتي عرفتي ملي هذاك اللي يكون معاك ما تيبقاش يلومك ديما، يقول لك انت ما تعرفيش ديري وانت ما تفعليش وانت ما تتكركيش وانت وديك، راه علامه من علامات الحب. يقدر عاوتاني لا مبالاه السيد ما مسوقش. لا ملي تيصبر، ملي تيصبر ما كاينش لا مبالاه، كاين ملي تيصبر ملي تيدوز لك وملي تدوزي ليه. حيت ملي تنبغيو شي حد فعلا تنبداو تنديروا ليه الاعذار، تنقولوا واقيلا راه دار هكا غير حيتاش، لا راه واقيلا غير هكا حيت واقيلا، وتنبداو ديك واقيلا راه ديما فيها ايجابيه. هذا هو اللي تيبغي، تنعرفوا حنا تيبغينا ماشي
ما مرتبطاش ديما باشنو دار قدامنا قدام الناس. حيت حنا عرفتي انت غنعيشو مزيان، عرفتي انت غنعيشو مرتاحين. أيه. هي ملي غنساو عندنا الاخرين وغنساو عندنا لي ريفيرونس اللي حطينا حنايا، حتى ناخذوش على الناس نحطو واحد الغوبير، لا نحطو واحد الغوبير ونقولو صافي كاين بحال هكا ولا ما كاينش بحال هكا. ملي نركزو على هذاك الشخص شنو هي الطريقه ونقلبو نفهمو شنو هي الطريقه ديال الحب ديالو لينا. انا نقولك الحب في المغرب شنو طاري ليه، الحب في المغرب شوفوا الحب في المغرب اش طاري ليه، غادي نشاركوا معنا الناس ياك. انا نبغي نعرف اراء الناس واصدقائهم ونعرف انطباعاتهم في هذا الموضوع. فتحنا خويا الخطوط الله يرضى عليك عادل محمد، ارقامنا نعاود نذكر بها 05 22 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33. عادل محمد نبدا بك انت الاول، فكره ديال الاعتراف بالحب والحياه الحب، وكنت كتسنى النهار ديال 14 فبراير ولا على طول العام؟ نسمع صوتك ما كنسمعش. قال لك هو على طول العام. على طول العام اي مزيان، ورقه مسلكه على طول العام. لا مزيان على طول العام، ولكن ما فيها باس الا درنا ليه ذكرى عادي، زعما ماشي شي حاجه. درنا 14 ولا 15 ما عجبتك بديت تزيري تسولي شي سؤال. اللهم يسلمك ما نسولكش. انت منو اللي كتسنى بحال هكا الدلال، ويعني ولا حتى تطيح من الريضه وتمشي وتجي في السبيطار ناوي تيقول يا ربي تنجيها يا ربي يا ربي ما تمرض ما تقاس ما والو. هو تيعبر الحب بحاجه اخرى باين عليه. شوف الانسان عرفتي ديك الاغنيه من الاختيار الموسيقي اللي اختار لنا في البدايه بين انه انسان حبيب والمشاعر عنده فياضه. شكون فحالك محسن تخبى انت مالك تخبى. نفتحوا خطوطنا ياك اخويا عادل، نفتحوا خطوطنا ونشوفوا المتتبعين ديالنا ونشوفوا شكون اللي غادي يعيط لنا اكثر، رجال ولا نساء. شكون كتوقع؟ شكون تيحب اكثر؟ شكون كيتوقع انت؟ انا تنتوقع العيالات. العيالات عيط. ما عرفتش حتى انا ما عرفتش. يلاه بصح شكون اللي تيبرهن او تيتكلم على الحب اكثر او اللي محتاج الحب اكثر، الرجل ولا المراه؟ شوف تقول المراه بعاطفتها تتبغي، ولكن شوف بجوج هما محتاجين. بجوج محتاجين. غير حنا كي قلت لك المشكله طري عندنا حنا في المغرب الحب طري ليه حاجه واحده هو ان عرفتي اللي جوجنا مغربي شينويه او لا شينويه شينويل المغربيه وتا واحد فيهم ما تيفهم اللغه ديال الاخر وما بيناتهمش شي لغه اخرى تتفهم، كل واحد تيهضر بلغته. تبدا ذاك الراجل تيبدا يعبر و تقول لك ديك المراه ما فهمتنيش، تعبرت لها وعيت ما نقول لها وما فهمتنيش، والعكس الاخر حتى هو تيقول. هو المشكل فين كاين كامل؟ غير في ان هذا تيعبر بواحد اللغه ديال الحب وهذا تيعبر بلغه اخرى. شنو هما اللغات الحب؟ كاين عندنا اللغه ديال الهدايا، كاين عندنا الاهتمام، كاين عندنا التقدير ديال ذاك الشخص واش نقدروه ولا لا، كاين عندنا كاين اللي غير يشد لك في يديك وتيجلس حداك وسميتو فعل من بين هي الطريقه باش يعبر هو على الحب عنده. وكاين اللي تيعبر عنده بالاعمال الخدماتيه بلي سيرفيس، تيروندي لك هذا السيرفيس هذا ولا تيجيب لك هذه الحاجه ولا تيقضي لك هذا الغرض ولا تيدير لك هذه، هذيك هي الطريقه هو باش يعبر على الحب. دونك كل واحد شنو اللغه ديالو. شوفوا كريمه نشوف يلاه متصل شتي قلنا عيال ناس بوحدك ما تحشمونيش الرجال الله يرضى عليكم. عيطوا تنتوم. كريمه من فاس، مرحبا بك كريمه. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ الحمد لله الله يجازيك بخير. الله يبارك فيك حبيبتي، مرحبا بك. بالنسبه للاستاذ قال لي واحد القضيه، قال لك سميتو الا نقول عليك ولا اذا زعما تيتغاض على داك الشيء ديالك راه كيبغيك ياك هادشي اللي قالعد دابا. شنو قلت يا خويا؟ قلت لك الا غض النظر زعما هما ياك وما دققش. مثلا دابا مثلا الى هذا الراجل كينقول عليا بزاف اذا ما كيبغينيش علاش؟ لا ما لا 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 ما لا 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 ما قالش كينقول لا لا لا. شوف 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 مزيان باش تفهم الهضره. شوف في الاول دابا فاش مثلا لا لا نعم. شوف الهضره فاش نقولوها كاين عندها كاين عندنا الالتزامات او فاش نقولوا هذا الكلام هذا تيعطينا هذا ما تنعنيش ان لانفيرس ديالو. يعني فاش نقول لك راه الا كان تيتغاضى على الحويجات اللي تدير فبالتالي علامه من علامات الحب، ما تنقولش لانفيرس ديالو الا ما كانش تيتغاضى راه ما تيبغيهاش. مزيان انا قلت هضرت على داك اللي تيتغاضى راه تيبغي، ويقدر حتى هذاك اللي ما تيتغاضاش راه تيبغي، غير هو التغاضي من بين علامات ديال الحب. وكي قلت قبل كل واحد وشنو هي الطريقه اللي تيعبر بها، كاين اللي التغاضي ديالو على دوك العيوب او دوك النقاط كيما تنهضر على المراه ولا على الرجل هي علامه من علامات الحب، وكاين عدم التغاضي حتى هو من علامات الحب. تيقول لك لا راه انا ما تنتغاضاش، عرفتي علاش؟ حيت هي مهمه عنده، كل ما مهمش عندي ما غنهضرش وما نديرش وما نفعلش، ما نديرش فيها، ما نسوق لها زعما ما ندخلها كاع من لدماغي. وكريمه انت شنو الفكره في هذا الشيء انت؟ ايوا ما عرفت انا، المهم انا بزاف الزوج ديالي المهم ما فيهش هاد الهضره وداك الشيء، هو كيهضر مزيان وزعما ما كيهضرش
شنو نقول لك زعما هو كيتعامل مزيان هي، ولكن داك التعبير داك الشيء راه كيعرف مغاربه 90% ما عندهمش تعبير. ما تيعبرش ما تيتكلمش ما تيهضرش مع هادشي. انت محتاجه تسمي بحال هادشي؟ ايوا العيالات كلهم كنظن كيبغيو هادشي وقيله لا. واخا انا نسولك انت تحسي بيه تيبغيك ولا لا؟ اي كنحنا دابا هادي 30 عام الزواج ماشي عاد البارح. مزيان دونك تحسي بيه تيبغيك؟ يعني دابا اللي بغينا نقولوا دابا للناس هو ان حتى الا ما كانش الواحد تيهضر فبالتالي ممكن يكون الحب بطريقه اخرى. اييه مزيان ما كيتعبر حاجه اخرى كيقول شي يمكن في الليل غادي يمشي يشري لك دواء ولا هذا ولا ولادو ولا كلشي تحس بالحب بواحد الطريقه اخرى، ولكن ما كاينش تطبيق هكا مباشره. تقولي لي انتيا أه؟ تقولي انتي شويه هي شويه ويلي. ودابا دابا عرفتي كيفاش دايره؟ دابا حنا بغينا شي حد يقول دابا بغينا شي ارض دير لنا الضايه الماء، شنو خصنا نديروا ليها؟ خصنا نخوف فيها الماء. ولا خوينا فيها الماء شنو تيطرى لذاك الماء؟ تيشرب ولا تيبقى الفوق؟ تيشرب في الاول، تيشرب المره الاولى ويشرب المره الثانيه ويشرب المره الثالثه، ومن بعد ما يشرب بزاف عاد تيدير لنا اش؟ عاد تيدير لنا ديك الضايه من الفوق. نفس الحاجه دابا انت راجلك بغيتي يقول لك قولي ليه اليوم وقولي غدا وقولي بعد غدا وقولي حتى عمر هو بعدا، حيت راه ما يمكنش شي واحد ما عمره سمع با تيقول لامو تنبغيك ما تيقولوهاش، لا اولا ما تسمعهاش في لونطوغاج او ما تتقالش عنده غادي يجي يقولها. علميه باش علميه قولي ليه انت غير حنا زدنا على هاد الحشمه اللي عند الراجل ما تيقولش، زدنا عليه واحد الحشمه واحد الحاجه ربينا عند المراه شنو هي؟ هي تتسنى تضرب بعديها وتتقول بلاتي يقول لي غادي يجي يقول لي بلاتي لا ما نقول. وقولي ليه صافي ما تيبغيكش تقولي ليه تنبغيك تنحماق عليك قولي عليه 66 مره غادي شويه يولي يسمعها غادي يولفها في ودني غتطلق على لسانه وغادي يقول صافي يا كريمه صافي يلا واش ربي ترد علينا الخبر واخا ان شاء الله الله يجازيكم بخير. شكرا لك يا كريمه حبيبتي. شكرا لك وعليك السلام. شكرا يلا انضموا لنا عيطوا لنا على ارقامنا 0522 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. اختي سعيده علقت على داكشي اللي قلتي ياك مزيان، بس نقول واحد النقطه حتى نمشيو للتحليل. يلا واحد النقطه باش نتفاهموا عليها مزيان. الفكره الاساسيه اللي خصنا نخرجوا منها اليوم هي ان كل واحد لديه طريقه خاصه للتعبير ديالو على الحب، وكونه ما دارش بحال فلان او لا ما دارش كما انا باغيه وكما انا تنتسنى تضرب بجوج جهات، فهذا ما تيعنيش انه ما تيبغينيش. فكل واحد عنده طريقه واسلوب ديالو خاص اللي يعبر به. انا فاش نهضر دابا كنت نقول امثله، مجموعه ديال الامثله اللي غادي نبقاو نسردوا فيهم كل واحد وكيتعبر. كاين اللي قلتيها عبر بانه ما تيهضرش، كاين اللي تيحكر، كاين اللي الطريقه ديال التعبير ديالو هو كي قلنا يفيق يمشي بالليل ويدير، كاين اللي بالنسبه ليه هو راه الا خدم مش خدام وتيجمع الفلوس وتيدير علامه من علامات الحب. كل واحد دابا شنو هي الطريقه اللي بالنسبه ليه تيبغي، حيت حتى المراه حتى هي شنو هي من علامات الحب ديالها. كاين اللي ما تتقولهاش ما تتعبر بحتى شي حاجه ابارك انها ملي تتفيق مع الصباح مع رفيقه مع الخمسه الصباح ولا مع السته باش توجد ليه الفطور باش يفطر باش يخرج مثلا. ما تنقولش صافي الا ما درتش هكاك راه ما تتبغيكش. هاد الفكره ديال الا ما درتش هكا راه ما تتبغينيش او الا ما درتش هكا ما تيبغينيش هي الفكره الاساسيه اللي بغينا نحيدو حنا اليوم. واخا شوف غادي نقراو سعيده جاوباتك على القضيه ديال كيمشي ويجي في السبيطار ومسكين وغيقلب على الفرن. هي اللي قالت سعيده الله الله قالت لك خايف لا تخليه مع الدراري وما يعرف ما يدير، داك الشيء علاش كيخاف لا تمرض ليس حبا وانما خايف شنو غيجي موراه. ويلي الا مشات تجيب وحده اخرى فيها كاين الصعوبه تجيب وحنا عندنا النهار تموت هي نهار تيتزوج كاع فين كاين المشكل. لا عرفتي اش نقول؟ عرفتي اش هضرت هكا؟ دابا زعما اذا كان هذا هو الاعتقاد عندك ماشي زعما ماشي شي حاجه كارثه كبيره. ما كتلقى بالولاد ماشي شي حاجه كثيره غادي يجيب ما قلتش ما قلتش صعوبه ما لا يا بلاتي وبلاتي واسمع كلامي مزيان دير الله يهديك. انا ناويه اليوم ناويه شويه عليك تخافيش كاين عندي المحاكمات كاين مكالمات يا بلاتي لا بلاتي تنجاوب على هادي خصميني معاهم شو ما عليك انت شوف ما تنقولش انا غير باش ملي تفهمي انت تقولي لا راه تيدير هكاك ماشي حيت تيبغيني وتيديرها لا حيت خلاني خاف لا نخليه وخاف لا ندير زعما راه ماشي خاف لا تخليه زعما ماشي شي حاجه مهوله كبيره في الدنيا. راه شحال من واحد مات ليه مرته وخلاته مع الدراري وشحال من واحد مات الراجل وخلاها مع الدراري وتا هو مات زعما ماشي شي حاجه راه غادي تعاود تكمل حياتها عادي. ولكن فاش يدير هكاك راه ماشي زعما تيديرها خوف ولا غير باش تبقاي ولا تيدير حيت تيبغيك حيت نورمالمون فاش نلقاو شي واحد ما تيبغيش ما غايديرش هكاك كاع. سعيده نوي الخير حبيبتي نوي الخير شوفيها بالنظره الزوينه شوفيها بالنظره انا مكالمه ياك انا مكالمه وحنا معكم ديما راه الاشاره ديال 11 و30 دقيقه كنظن معنا فاصل اشاري ياك
معنا فاصل؟ يلا غادي نكملوا اليوم موضوعنا. صراحه حوارنا من القلب للقلب اليوم، راه حنا ما بغيناش داكشي سؤال وجواب وغنبقاو نناقشوا غير انا وياك، حنا بغينا اكثر ناخذوا مكالمات واصداء الناس حول هذه الفكره. صراحه اللي جاني غريب هو انه ولا واحد الاقبال كبير على هذا الاعتراف في الحب والحماسه اللي كاينه في الحب، لدرجه في مواقع التواصل انا صدمت ملي قريت هذا الشيء وشفت هذا الشيء، وكل شيء لبس احمر، كل شيء هدا الازواج ديالو، هو عدوى ايجابيه. انا كنشوفها مزيان هي شوف انا باش نتفقوا، بعيدا على واش نحتفلوا به ولا ما نحتفلوا به، والله ما تيهمني. نحتفلوا ب 14، انت ما عجبتكش 14 دير 15 دير 16، بيتي تختلف معاهم دير 23 دير 14 في الشهر الجاي، دير نهار تزوجتي نهار تلاقيتي معاها سوقك هذاك، انا ما عنديش مشكل. غير هو الا كان نهار تتعترف به او لا نهار توقف فيه، فالنهار ديال نوقفوا فيه ماشي زعما هذا نقدسوا فيه شي حاجه ولا تنديروا فيه شي حاجه، ولكن غير نهار تنقولوا ممكن الايام سرقتنا ياك، سرقتنا الخدمه، سرقتنا الجرا، سرقتنا بزاف ديال الحويجات اللي ما قدرناش فيهم ما قدرناش نعبروا فيها او لا غيرها، فتتكون هذيك فرصه ديال انني نعاود نذكر هذاك الشخص فلان انا راه تنبغيك او انا راه حياتي بلا بك بلا والو او غيرها. فغير اللي خصو يترسق عندنا، حنا مزيان يدار هذا الشيء اللي داروه مزيان، ولكن اللي ما دارش تيجي عندي شي وحده تقول لي صافي لا راجلي ما نساعد الحب ولا دار ولا فعل ولا ترك صافي، راه انت راه ما تيبغينيش، هاد ما دارش او لا دار ما تيبغينيش، هاد هي اللي بغينا نحيدو. هذه هي الفكره الوحيده، لان بالنسبه لي اليوم خصها تحيد من عند الناس. علاش؟ لان كل واحد وطريقته واسلوبه والطريقه باش غيعبر والطريقه باش غيبين انه تيبغيك، لا عند المراه ولا عند الراجل. ماشي كاع العيالات تيهضروا تيعبروا على الحب، وماشي كاع العيالات غادي تمشي تجيب الورد، وكاين المراه اللي غادي تجيبها الورد وما عنده التقيمه بالنسبه لها، وكاين اللي غادي تجيب لها الورد ما عرفتش شنو جبتي لها، وكاين اللي غتقول لها كلمه زوينه وبالنسبه لها عادي. ولكن المشكل فين كاين؟ هو فاش يجي عندي شي واحد دابا تيقول لي انا مرتي ملي تنعبر لها على الحب ياك ما تتعطي او كلام تنقول لها كلام زوين ما تديهاش فيه، اولا المره تقول لها تنقول لي وما تتسوقش ولا تقول لي غير قولي اشنو بغيتي. خصنا نعرفوا ان بعد النوبات ان احنا تربينا بالحشمه او تفتح لي جهنم، يعني جهنم يقول لك عمرو ما قالها ليا، شنو قالها ليا؟ شوف اشنو داير هذا مخبي عليا. لا لا ماشي هكا، انا نقول لك شنو طرا، حنا تربينا بالحشمه، حنا تربينا بالحشمه، عرفتي بالحشمه؟ صافي داك ملي غتجي الراجل وتقول ليه مرتو تنبغيك، غيقول لها ويلي خلينا من هاد الهضره هادي كبرنا عليها. هاد المراه هاد الكلمه ديال كبرنا عليها راه ماشي تيقصد الكلمه ديال كبرنا عليها، او ماشي تيقصد ديال ما بغيتش نسمعها، راه هو غير حشم يسمعها او حشم ذاك الاحساس. عرفتي بعد النوبات كاين شي واحد ملي تيموت شي حد وتيبغي تيمشي يعزي تقول لي مبروك عليكم، ولا عرفتي تتلفوا ليه المشاعر تيتخربقوا ليه، ولا في نهار العرس يقول لي ما مشى معاكم باس ولا شي حاجه. هي نفس الحاجه اللي طرا لذاك السيد او لديك السيده، قمه ديك المشاعر اللي تخربقات عندها الداخل، ما عرف ما يقول او ما عرفت ما تقول. هادشي يا كوتش محمد مقدر ماشي فقط غير للزوج والزوجه، حنا كنهضروا على هادشي ديال مشاعر الحب والتعبير الحب حتى للولاد. الوليدات مثلا ما كاينش شي ام اللي ما تبغيش ولدها، وما كاينش شي ام ما تبغيش وليداتها، ولكن باش نقول انا كنبغيك ولدي ولا نعنقو ولا نحضنو يمكن ما ربيناهمش على هاد ما تنقولوهاش لهم. وكاين كاين اللي غادي يقول نعطيك اكزامبل، دابا حنا خلينا الدراري الصغيرين طلعوا شي شويه، مثلا شي اب دابا جا عند بنته قال لها تنبغيك، او لا ام قالت لولدها تنبغيك ياك، حنا بالنسبه لنا ناري كي لا غير وتيحشم وتيتزندق لا راه عادي كذا نبغيك بحال عزيز عليا، حيت حنا كلمه تنبغي ما تنقولوهاش، ولكن علاش نقولوا؟ تنقول راك عزيز عليا، ناك حتى المره بين راجلات تقول لي راك عزيز عليا ياك، هذا عزيز عليا هي تنبغيك، هي المرادف ديال تنبغيك في الدارجه المغربيه حنا عندنا يلا فهموها، هي المرادف ديال كنبغيك راك عزيز عليا ياك، الهلي يخطيك عليا الله يقويك يخلي لي صحتك تزيد وتكبر مزيان، هذا الشيء الكلام هذا كامل هو مصطلحات عندنا حنا في ثقافتنا تنقولوهم ياك وتنعبروا بهم على الحب، غير ما هذيك الكلمه بالضبط عندنا حساسيه معها، كاين اللي عنده حساسيه معها تيهرب منها، اللي ما عندوش مزيان الله يكمل عليه داكشي اللي بغينا، ولكن ما نحكموش بهذوك اللي تيقدروا يقولوها او اللي تيقدروا يديروا، ونحكموا بهم على اللي ما تيديرش او اللي ما تيفعلش ونقولوا صافي راه ما تيبغيش. واخا غتربحني عاوتاني فاطمه زهرة ها جوج لزيرو فاطمه زهرة صباح الخير لالا صباح النور لاباس عليك لاباس ربي يخليك نضحكك اختاري صحباتي الدكتور مني معاك مرحبا بك ضحكناكم شويه ياك عرفتي علاش ياك انا عارف العيالات ياك تيحبوا، وانا ما تنقولها للرجال تنقول الشيء اللي عبرتي لمرتك على الحب ديالك الشيء الرابح الاكبر عرفتي شكون هو انت، حيت المراه دايره بحال واحد الوريضه قد ما تتزرعها قد ما تزيد تنور وتكبر وتزيان، واخا تزيان لمن لي كنت ثاني دير يعني غير تهلا كي داير الوضع في المزرعه عندك كي داير الوضع عندك انت؟ يعني لله ربي يخليك فاطمه شكرا اللي خطاك انا بغيت نقول لك الا ما كناش عشنا في الحب ما نقدروش نعطيوه،
هادشي مهم، هادشي اللي تكلمنا عليه في التربيه، داخل مع وليداتنا، داخل مع والدينا، داخل لا حتى مع رجالتنا. يعني انا عندي تجربه المره الاولى ما كنا مجوجين في الحب، مجوجين ولكن الحب بحال كنحشمو ونعاود تجربه الزواج، لقيت بفرق كبير. هي الدكتور عنده الصح، الا ما كانتش كيفاش هو يقول لي وانا نقول له، هو يقول لي هكا تيكبر الحب. انا بعدا عشت هكا المره الاولى، ما فشلت لحقاش ما كاينش الحب غير جوجي وصافي، ما كاين لا حب لا والو، كل واحد حشمان من الاخر. دابا شنو هو الحب؟ لا دابا تعبروا بعضياتكم على الحب. دابا توفى الله يرحمه، انا غير خديت تجربه زوينه يعني، ما الله يرحمه يا بسمح لي، ما تنظنش وشتها عند شي حد اخر يعني. واخا عايش كان عايش برا يعني، داك بحال هما قراوهم ولا ما نعرف كيفاش المدرسه يعني. المراه خصك تحترمها، تقول لها تنبغيك، تفيق، خلي عليك، غيمشي يخدم، غيمشي يجيب الدواء، غيمشي بزاف الحاجات. ولكن الحب عنده واحد الحاجه ديالو خصو يقولها، هذيك ضروره الحياه خصو يقولها. مزيان، الله يرحمه، الله يرحمه ويسلمك ويطول لك في عمرك ويسعدك حياتك كامله ان شاء الله. بالنسبه للاولاد، بالنسبه لحياتي، بغي راسك بعدا اولا عاد نشوف واش تبغي الناس ولا لا. صحيح صحيح حبيبتي فاطمه زهراء، انا كنحييك وتنشكرك على المشاركه ديالك. شكرا بزاف، صحكم مبروك وانت كذلك. ربي يخليك فاطمة زهراء، وشكرا لك حبيبتي على المكالمة ديالك. لا خلي داك الدكتور دايما ضحك، لحقاش حيت كانت مواضيعنا صراحة اليوم بغينا ختام زوين يكون، نهيو حلقة لالا فاطمة اليوم بطاقة إيجابية زوينة. شكرا لك فاطمة زهراء أول حاجة، وأنا تنشكر فكرة اللي شرت ديال الإنسان ما معودش وما ترباش على هذه المسألة هذه، بعكس مثلا كتلقى مجتمعات أخرين اللي داخلة في الحياة العادية، تربى من صغير تيشوف هذه المصطلحات وكبر بيها. ما نلوموش دابا ياك، وما نعاتبوش، وما نغيروش ونطبعوا بيدي كيف ما بغيت. ياك فاطمة زهراء، انا بعدا نقول لك والله العظيم الا انا عندي جوج تجربات في الحياه، ما عمرني حسيت بالحب حتى المره الثانيه. عاد عرفت شنو هو الحب؟ خلي الحوايج، خلي اللباس، خلي السفر، خلي تاكل، خلي تجيب لك، خلي هذاك الشيء من الضروريات. ولكن الحب خصو يقول لك تنبغيك صباح، كيفقتي صبحتي صافا، ويحرك لك في كتافك ويقول لك تنبغيك. ايه هذا هو الحب؟ ايوا الصباح مشى للخدمه في الشكارت ويجيب لي يجيب بعدا ما عشت يعني، عشتو المره الثانيه. وهنيئا لك، راك عشتي محظوظه بهذيك الذكريات الزوينه. الله يرحم الجميع، هذا اللي يقول لك هذا الله يرحمه ويجعله عليه وسع على امه محمد كلها. أمين حبيبتي فاطمة زهرة، شكرا لك على المكالمة ديالك. أنا غادي نختم المكالمة، وهذه النقطة اللي شارتها فاطمة مهمة، شكرا، ديال المعنويات والنفسية. ياك دابا فاطمة زهرة قالت لك مهم عندي هذا الشيء، وعدات كثير ربما مهم هذه المسألة، إلى أي حد كتقدر تخلق نوع من التغيير في نفسية المرأة، وممكن حتى إيجابيتها في الأشياء وصبرها على بزاف ديال الأمور، كلمات المودة والمحبة اللي كتجمع بينها وبين زوج ديالها. وشوف أنا بديت في الكلام فاش هضرتها قبيلة، هضرت هي باش ما نلوموش الآخر اللي ما تيعبرش. أما إلا جينا بنا نقولوا عاوتاني نهضروا مع الراجل شوية، غادي نقول له شوف، من أحسن الأشياء ديرها هو عبر، قول، هضر، الله يجعلك ما كنتيش تعرف، حفظ واحد ستة ديال الكلمات وبقى تقولهم، ياك نقولهم جوج المرات في الصباح، في وسط النهار، في العشيه، الدواء الدواء. تنقول للراجل كيجي عند شي واحد تيقول لي شوف انا راه تندخل ديما عندي مشاكل مع مرتي، تنقول لي شوف دير واحد الحل زويون، تيقول لي شنو هو؟ تنقول لي ملي تدخل للدار دير فليها، طلع من تحت للفوق وشوف شنو تبدل فيها جديد، وداك الشيء اللي تبدل مدحوه وهضر عليه وتكلم عليه. حيت المشكل، حيت كاين بعض الايالات تقول لك انا صبغت لدرجه انني صبغت شعري بالاحمر وما انتبهش كاع عليه وما ردش ليه البال. علاش؟ لان ماشي ما تيبغيكش. دابا هنا هاد النقطه هذه اللي تنوقف عليها، راه ماشي ما انتبهش حيت ما تيبغيكش، او ماشي ما دارش حيت ما تيبغيكش، او ماشي ما كانش هاد الشيء حيت ما تيبغيكش. الحب كاين، ولكن ربما هاد السلوكات هادو هما اللي ما كاينينش، وهاد السلوكات فاش نلقى واحد الشخص تيبغينا وما عندوش هاد السلوكات هادو تنعلموهم ليه. باش نعلموهم ليه، احسن طريقه للتعليم هو انني نعطيهم، احسن طريقه نعلم واحد يقول لي الكلام الزوين هو انني من فق الصباح نقولهم احسن كلام. من اللي فق الصباح مثلا، حد كاين بعض العيالات عاودين تهم سامحهم الله تفيق مع الصباح، ياك الوليد ولا الراجل صباح الخير وكي صبحتي
وتهضر معاه بكلام زوين وسميتو تتقول ليه عندك ملي تكون جاي في العشيه بتنسى معاك وتجيب شو ما تجيبش وما ديرش، اولا تتقول ليه واش دير ملي تكون نازل 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 دي معاك هذاك داك الطروخ وهو معاك وزيد صباح زوين مع الصباح. او دابا حيت تنهضروا هكا وتنهضروا هكا وكاين الراجل عاوتاني اللي تيفيق مع الصباح بدل ما يهضر مع مرتو على على حب ورومانسيه وغيرها تيقول لها واه انت نجي في الغدا نلقى واجد ليا ودير ايه راه عرفنا. دابا حنا تنهضروا على ان هذا الشيء الا كان هذا الشيء هذا ما تيعنيش ان داك فلان ما تيبغيكش، هذه هي النقطه تنقولها وتنعاودها وتنعاودها، يعني صافي دغتي يدير ولا ما تيديرش ما تيعنيش واش يبغيك ولا لا واحد. ولكن الا بغيتي هذاك حتى هو يدير ويولي تيدير معاك سيكون يدير نتايا بدا نتايا بدا انت بدا حيت فاش غادي نجي نهضر مع شي مره تقول لي انا راجلي ما عمرو قال لي شي كلمه زوينه، تنقول لها وحبسي بلاتي عمرك قلتيها لي؟ تتقول لي لا. تنقول لها واش نو بغيتي دير لك؟ دابا انت ما عمرك قلتي لي تنبغيك، ما عمرك عبرتي لي على المشاعر ديالك، ما عمرك عطيتيه الاحاسيس ديالك، ما عمرك درتي حتى شي حاجه من هذا الشيء، كيفاش هذاك السيد حتى هو بغيتيه يجيبو؟ دونك عبري عطيهم لي باش هذيك هذيك ديك الحشمه، حيت راه ماشي ما كاينش الحب، كاين الحب ولكن كاين هذيك الحشمه، كاين ديك داك الوقار تيقول لك هذيك هذيك مولات الدار ياك. شوف حتى في ثقافتنا ما تنقولوش مرتي ياك، تنقولوا مولات الدار، تنقولوا مولات الدار، تنقولوا الوليدات ياك. تقولي شحال ديال الوليدات عندك؟ تيقول لك حتى واحد. مازال ما عنديش الوليدات ولكن تيقول لك الاولاد. شكون الاولاد؟ مرتو. دونك فبالتالي هاد 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 الطريقه هذه ديال التعبير هذه تتبين داك ديك الحشمه اللي كاينه عند المغاربه، هي حشمه. هذيك الحشمه خصنا نعرفوا كيفاش نخرجوا، الا بغينا نخرجوا كلمات الحب الرومانسيه والتعبير وغيرها. هاد الطاقه ديال المحبه اكثر كوتش محمد مقداد متساويين كي الراجل كي المراه، ولا المراه زايده شويه ولا حتى الراجل حتى هو عنده احتياج؟ شوف جوج محتاجين وحتى شي حد ما تيكره الكلام الزوين والكلام المعسول وسميتو غير هو المراه تحتاج اكثر. المراه محتاجه ديما ان حيت شوف الحنان للمراه او المراه الجمال ديالها كامل في ذاك الحنان ديالها، والحنان ديالها ساكن تتسقى بهذه الحوايج اللي تنقولوا حنايا، تتسقى بانك ملي تقول لها تنبغيك تتسقيها تبدا تتنور. تخيل معايا شي امراه من الصباح حتى العشيه ياك راجلها تيغديها بهذا تيغديها، فاش نقول تيغديها صافي تيغدي تينعشها تيدير الضحيه بهذيك الكلام هذا، غتلقى وجهها منور وصافي وزوين وهك دايره. غتلقى راجلها وحده ديما الكآبه وكيفاش درتي تتضاو ديك الهضره كامله، غتلقى وجهها تدير اللي ما عرفتش من تدير وتيبقى دائما احسن بوتوكس تديرو للمراه واحسن ماكياج تديرو للمراه هو الكلام الزوين اللي تيقول لها راجلها. شتي ملي تيقول لها راه كلام بعد تخرج هك ما تحتاج لا حتى شي حاجه تمشي لشي بلاصه دير فيها الماكياج ولا تقاد ولا تصيف. وبالتالي تنقول ديما للرجال تنقول شوف تنقول لك هكا ماشي على قبل المراه، تنقول لك عبر ليها اي لانها تحتاج، وكان تنقول لك هكا على قبلها، تنقول لك هكا حتى على قبلك انت، لان فاش عرفتي المراه ملي تعطيها تترجع لك بالتريبل. ما يمكنش انك تحب المراه وتعطيها حب ورومانسيه وتحس معك بالامان والثقه وهذه الحوايج هذه كامله وما تردش لك، كون متاكد انك الى عبرتي لها بشويه 1% ديال الحب غترد لك ب 1420 الف في المية. واخا خصك انت دير ديك المبادره الاولى وتعبر وتخرج هذاك الحويجات اللي عندك. والمراه الا كان راجلك ما تيعبرش لان حنا ما تنهضروش، شوف حنا ما عندناش حال، حنا تنهضروا على حالات، تنهضروا كل واحد كي دايرين وكي مجموعين، داكشي تنهضر كل مره تنهضر بطريقه. فانت راجلك دابا ما تيعبرش ما تيسقيكش، شنو ديري؟ سقيه، خرجي بعد هذيك الحويجات. تقول لي لا وانا فاقد الشيء الى يعطي، تنقول لك هذا الشيء هذا الشيء في حاجه اللي ملموسه، التليفون ما عندكش ما غتعطيهش، ولكن في الحب وفي المشاعر الله سبحانه وتعالى زرع فينا واحد شويه المشاعر كاين عندنا ديجا جايين عندنا، شي ما يعطينا حتى شي واحد الحب تتحب. الدليل على هذا تلقى دراري ما حبهم حتى شي حد، كبروا غير هكاك، واحد القمه ديال الحب عندهم تيحبك وتيبغي الناس الخير فين جابها؟ يا قلتي فاقد الشيء لا يعطيني، جابها الحماس لان كاين المصداقيه ديال الحب. كوتش مقداد مثلا انه الشخص لو عبر بالحب والمشاعر كان تيقوه بسهوله ولا كيبقى ديما عندنا شكوك؟ لانه فقدنا يمكن شي حاجه سميتها حب ديال بصح او حقيقي. شوف الا بغينا الحب فعلا يكون عنده قيمه هو نسدو ودنينا. علاش نسدو ودنينا؟ نسدو ودنينا على المشاكل، ونسدو ودنينا على دوك الناس اللي تيجيو تيعاودوا لنا الكآبه ديالهم، حيت العيالات بيناتهم ما تيبارطاجيوش الزوين، والرجال بيناتهم ما تيبارطاجيوش الزوينه، تيبارطاجيو اش؟ غير الحويجات الخايبين، تقول لها دار ليا وفعل ليا وعشت معاه 20 عام و30 عام وطلع غدار وترفعل وجرى وجرى وجرى، ولكن ما تقولش لها راه دار ليا وزوين والله يعمرها دار، حيت علاش؟ حيت هاد الحويجات هذه تخاف منهم على العين، دونك انت بغيتي تعيشي مزيان ومرتاحه وداك الحب اللي او داك الكلام اللي غيقول لك راجلك يدخل عندك مزيان هو سدي ودنك على داك الشيء اللي داير برا. وبعدي من دوك الافلام اللي فيهم الخيانه والغدر، لان البطل شوف بطل الافلام والمسلسلات اللي كاينين
كاملين عندهم بطل واحد، عرفت شنو هو؟ هو فلان خضر فلان، هو فلان خان فلان، هو فلان خان فلانه، وهذا خلى عندنا حنا دائما خايفين فلان لا يخوننا. ولا ما كانش الامان، ما كناش نحس مع داك الشخص بالامان، ما غيكونش الحب. دونك الامان هو اللي تيخلينا نحسوا بان داك الشخص يبغينا او نعبروا ليه على الحب ديالنا. ربحتيني لمياء 3-0. يلا الشيء اللي بغيتو، انا بغيتو كوتش ما قدادي يربحني اليوم 3-0. لمياء صباح النور. السلام عليكم. صباح النور. صباح النور. مساء عليك حبيبتي، مرحبا. الحمد لله. شكون غلب دابا؟ ايوا غلب الكوتش ما عندي مني. لا وكنتي غالبه ديما. شوف ما كاين مشكل. شوفي انت جات غانت المسامح. انا شوفي نقول لك واحد الحاجه. لا سميه انت غالبه انا ديما. اه الله يفرق عليا. شتي على ميا شتي هادشي اللي كيوقع ديما داك سوء الظن. لميا مرحبا بك. شكرا بزاف على البرنامج. تفضلي حبيبتي، يعني رايك في الموضوع لاي حد مزوجه بعدا؟ لميا مزوجه. ايه هاتي واحد مزوجه قالتها. انا مزوجه زعما بوزوها مزوجه. اختي لميا نعم اخويا. قلت لي واحد مزوجه قلتيها ديال نقولوا مزوجه. يلا مرحبا لميا تفضلي. انا بقيت غير نسول اللي كان كيقول وكان كيعبر وكان كيدير وما بقاش كيدير، ما عايش نحسبوه مع اللي مازال كيبغي ولا اللي ما بقاش كيبغي؟ مع اللي باقي تيبغي. علاش باقي كيبغي وما بقى كيدير والو من داكشي اللي كان كيدير؟ ودابا كل وقت وقتها. هو بالنسبه لي هذيك الوقيته ديال هكاك ديك الساعه هذيك الطريقه، ودابا بلاتي نهضروا هذيك ديك الساعه الطريقه ديال الحب بالنسبه لي كانت هكاك. دابا شوفي شنو هي الطريقه اللي بدل، هو راه بدل اللغه، راه ماشي بدل الحب ما بقاش. يا بيا شحال ديال الوقت هذه باش مزوجين؟ قالت لك دابا 10 10 سنين. واخا تبدلت غير الطريقه مع الاولاد، داكشي تبدلت الطريقه، اولويات اخرين. ما كنتش غير تبقى وحدك، دابا كاين الوليدات، كاين الدار، كاين المسؤوليات، كاين ياك ضروري. ولكن راه هو اللي كيقول انا اللي بدلوني الاولاد. دابا بيني وبينك، هي بيني وبينك ما سمعنا حتى حد باقي غير المغاربه كاملين. الطريقه باش 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 كنتي تعبري انت، هي اللي باقا الطريقه نفسها. لا ايوا شحال كنتي تصيفط ليه ميساج في قبل فاش كنتم مخطوبين ولا الا تتعرفوا؟ بصراحة ما كنتش كنصيفط ليه الميساج، كنا كنهضروا بالسوايع. يعني الوقت والاهتمام كان كثر لانه كان غير هو. دابا ولاو الوليدات. انا نقول لك واحد الحاجه، شوفي نعم ياك خليك من هاد الهضره هادي كامله، راجلك باقي تيبغيك، نسولك جوج الاسئله جاوبيني عليهم ونقول لك واش تيبغيك ولا لا. واخا تيحترمك؟ كيحترمني. واش باقي بيتي؟ بغيتي يرجع كيما كان. رجعي كيما كان، رجعي كي كنتي انت الاول بعدا نضمنوا لك بعدا. انت هو الاول، حيت هو اللي بدا بصح. اه هو بقيت تسنى انت اللي جا هو الاول وتسناك هو ترجعي انت الاولى. واش دابا انت بغيتي واش دابا بلاتي نجاوبك، واش بغيتي الحل نعطيك الحل ولا بغيتي تقول لي هو يرجع الاول؟ الا بغيتي هو يرجع الاول ان شاء الله تعطينا نمرتو ونعيطوا ليه ونقول ليه يرجع. ما يمكنش يعني الاولويات تختلف والظروف كتغير. ولا بغينا داك الاخر يبقى حتى هو تيعبر سي كندير انا. يعني اول حاجه دابا ديري عرفتي شنو هي ياك؟ نسي عليا راك مزوجه وعندك الاولاد وداك الهضره كامله، غترجعي يلاه داك السيد بغيتي تعرفي عليه. تعرفي عليه مزيان ورجعي بداك التعابير وديك الهضره اللي كانت عندك وداك الكلام الزوين وسميتو ما تسنيش يبدا. راه الا تسنيتيه يبدا انا تنوعدك بقيتي تما ما تسنيه يبدا. بداي انت، علاش غتبقى تتسناه؟ دابا انت كنت تعبري لي ديك الساعه قبل ما يكون راجلك، ودابا ولا راجلك وخصك تعبري لي عاد مشى. عاد مشى، عاد خصك تسناه يبدا. للاسف الوقت ما بقاش بزاف، عندنا دقيقه ياك كوتش محمد مقداد. مشكوره حبيبتي لمياء على المشاركه ديالك. حال كثير ديال الازواج، يعني في البدايه الزواج ماشي هي في منتصف الزواج، خصوصا ملي كدوز 10 سنين ياك وانت غادي طالع الفوق، بزاف الامور كتبدل، الاهتمامات، الوليدات، المسؤوليات، الله يكون في العوان. هو تيفكر في الشرق وهي يمكن خيالها في الغرب، وداك التلاقي ما بقاش عكس زمان كان هو اللي عنده وهي اللي عنده. نجاوبوا بعدا واحد الجواب ونحيدوا باش نريحوا بال كاع العيال اللي تسمعونا. يلا قولي لنا. ما بقاش كي كان ماشي علامه على انه ما تيفرقش. ما بقاش كي كان ماشي دليل على انك ما بقاتش عندك القيمه اللي كانت عندك. ما بقاش كي كان تبدلت التصرفات او بدلت التعامل، هذا ما تيعني حتى شي حاجه وما عنده حتى علاقه بالحب او ماشي بالحب.
دونك غيكون باقي تيبغيك، غير الطريقه او الاسلوب ديال التعبير ديالو على داك الحب تبدل. تبدل لان تبدلت عنده نظره للحياه. ديك الساعه كانت عنده تيهمو غير انتيا وتتهمو شنو يدير، دابا ولا تيهمو بزاف ديال الحويجات، تيهمو الدراري، تيهمو غدا المستقبال، دماغهم مشغول، دماغهم مشغول بزاف ديال الحويجات. دونك فهمتي بزاف ديال الامور كاينه. انا اللي مهم عندي تخرجي من هذا الشيء كامل جوج الافكار العيال اللي تيسمعوني دابا باش نختصروا دغيا. الاولى هو ما تحكميش انت لا قلنا من انه تبدل او تغيرت هاد الحويجات هذه انه ما تيبقاش يبغيك. الحاجه الثانيه تبقايش تسناي ليا، راك ماشي في بلاكه ديال الطوبيس، عبري انتيا نعمل لا وهضري انت وقولي، ويلا رجع من عنده مزيان ما رجعش ماشي تحبسي الا عاودي قولي وعاودي عبري وعاودي قولي ليه ما قالش، ما درتي المره الاولى والثانيه والثالثه وما قالش، عاودي زيدي الثالثه الرابعه ما كاتش الخامسه السادسه غادي يقول غادي يقول، غير هني راسك. يمكن ديك الوقت كوتش ركزنا فقط غير على الازواج، ولكن كذلك الناس اللي ما مزوجينش، حب انا نحب راسي بداك الشيء اللي عندي وراضيه وقابله وعجبني راسي ومستمتعه، ياك هي طاقه ايجابيه تنتعوليها. لان تشوف تعريف الحب في الاصل ديالو هو العطاء، تنبغي هي تنعطي، تنبغي راسي هي نعطي راسي من الوقت، نعطي راسي من الاهتمام، نعطي راسي من التفكير، نعطي راسي من هذه الحوايج هذه. واكيد ان اول واحد نبغيوه هو نبغيو راسنا، ونبغيو الحب ديال الذات ديالنا راه ماشي اناني، لان خصنا نفرقوا ما بين ان نحاول نزرب شي شويه باش نفرقوا. لا نحاول نبين غير هذا الفرق هذا ما بين الحب والانانيه. تيجي شويه تيقول لك لا راه الا حبيتي راسك بزاف راه غتولي غرور. لا الشريف، كاين فرق بين حب الذات وبين الغرور. حب الذات هو انني نشوف راسي زوين ونقدر راسي ونهتم براسي، الغرور هو انني ندير مقارنه. تعريف الغرور اصلا هو مقارنة مع الغير تعود فيه الأفضلية للمقارن. يعني ملي غنشد راسي أنا ونقول لك أنا زوين على فلان، أنا أحسن من فلان، أنا زوين على هذا، أنا دخلت في الغرور، أنا دخلت، ولكن تنقول لك أنا زوين ظريف الله يعمرها دار طيب، هذا حب الذات، تنحب راسي وتنقدره وتنحتم به والصلاة على النبي. دونك أهم حاجة نديروها نبغيو راسنا بعدا ونبغيو الناس اللي دايرين بينا ونفرق الحب. شكرا لك كوتش محمد مقداد، ومع ديرة منك صراحة سرعناك في الدقائق الأخيرة، كان بدنا نجلس معكم أطول وقت ولكن الوقت كيف لحتو طار بسرعة. تحية كبيرة لكم، هذا دليل أننا نحبكم وما نحسوش بالسواعد اللي نقضيها معكم. شكرا عادل محمد، شكرا أخوي محسن، شكرا فريق إعداد برنامج لالة فاطمة سمية كريمة، كنضرب لكم غدا إن شاء الله موعد جديد لطول العمر. بقية أوقات ممتعة ومفيدة مع باقي برامج إذاعتكم أم أف أم. أكيد موجز أخبار تمام منتصف النهار بعد